بنات راح أعلمكم اليوم طريقة عمل مشكل الزيتون، حاجة خرافية أنا أدمنتها. أنا سويتها بالصدفة، شعري محلو صح؟ شوفوا الحنة، شوفوا لونها. أعلمكم الزيتون، شوفوا هذه كل أنواع الزيتون، جبت أورجانيك طبعا في مصر أول مرة أحصل أورجانيك. هذه أنواع زيتون أورجانيك، هذا زنجبيل، هذا ليمون، جبت كمان بعد ليمون، هذا أورجانيك، هذا اليوناني اللي هي ألادي أو إليدا، ما أدري شو اسمها. هذه هذيلا كلهم راح أخلطهم مع ليمون مع فلفل وأوريكم الطريقة. الآن شنو بسوي؟ عندي ماي الزيتون، هذا ماي التخليل حق الزيتون، لو كان أورجانيك لا ترمونه لأن هذا مفيد. إيش بسوي؟ لأني ما أحتاجه بالخلطة، فراح أفضي في كوباية بروحة كذي، أفضي كلهم وأطلع الزيتون هنا عشان أفرمه. نعم خير. والآن إيش بسوي؟ إذا الزيتون في من داخله في النوى حقه نشيله، البذرة نشيلها كذا، لأن أيمن معطيني سكينة المفروض أذبح فيها بشرة، أنا هذا أشترك فيها في الفيلم. سكينة قدامك ما هي تو قدامك هي خذ تو رادحت لك. فأعطاني سكينة كبيرة كذا نفضي ونحطه في تفتحوني. المهم إن تشيلون الفص اللي داخل هذا الزيتون، أوكي؟ تكونون أنا ألبس الجلافز علشان إيش؟ وقت الجلافز، مش إن تلبسون الجلافز وتمسكون في حاجة هذيلة، لا ترى مو كويسة، باودر اللي يحطونه فيها أصلاً مو كويس، مسموم. أنا ألبسهم وأغسل، أغسل إيديني تمام؟ علشان ما يجيني زيت بس. ولا هو الافضل يتسوى في اليد، بس راح اخلط واجد، فاجي اشيل من عنده. والحين بكمل لكم كل الزيتون اللي عندي هنا، راح اشيل من عنده واجهزه، والمرحله القادمه بوريكم اللي باقي. سيو. والان شو نجيب؟ الليمون بقشره، تجيبون ليمون حامض زي ما هو بقشره، بس تغسلونه بماي بيكربونات صوديوم واكسجين. فاكرين ماي الاكسجين اللي وريتكم اياه حق تطهير؟ تغسلونه وتسيبونه 5 إلى 10 دقائق عشان يتنظف القشر ويتطهر لو في اي شيء. تعملونه قطع صغيره وتحطونه مع الزيتون. يا ربي هاي الاكله يحبها احمد، تذكر؟ اوكي. شوفوا الان حطينا الزيتون الاخضر، الليمون، والزيتون الاسود تقريبا، اوكي، مع بعض. والان بضيف عليه الفلفل وبضيف عليه الاشياء الثانيه والزنجبيل. تابعوني. الليمون ما تنسون تحطونه بقشره، بس تشيلون القشر المر يعني من اول الليمونه واخرها، اللي هو هذيل اللي هو كذي، هذه الغطا حقت الليمونه، هذه وهذه تشيلونهم زين، هذه فيهم مراره عاليه، والباقي في قشره تسوونه كذا وتقطعونه مكعبات صغيرة. والحين بوريكم لما بحط الفلفل وحط الحاجات الثانية، يلا تابعونا. والآن شفتوا هذا يسمونه الليمون المعصفر أو المغاربة يسمونه، يا رب المغاربة مش يسمونه حاجة ليمون شيء. إنزين هم بعد بحط من عنده، بس هذا يجي مالح، شوفي هذه غرشته. مرقد، ايوه المغاربه يسمونه الليمون المرقد. كمان احطه مع الزيتون مع الليمون الفريش، لان في نسبه ملح شوي عاليه، فما اكثر من عنده، يعني تحطون 3 ليمونات ماكسيمم. اذا كان مغربي لا حطوا عادي، لان المغاربه ما يحطون فيه ملح واجد بصراحه، يسوونه حلو، بس المصريين واجد يحطوا له ملح. فش بسوي كذا؟ أعزائي المشاهدين، أعزائي المتابعين، هذا فلفل مخلل، أوكي؟ فلفل مخلل جاهز جبته، ححطه على الزيتون، حلو؟ أيمن هذا حار صح؟ احترقوا الناس ماتوا؟ هذا فلفل مخلل، أعتقد كذا واجب، لحظة. هذا فلفل مخلل، ما بحط كمية كبيرة، على زيتون عشان ما ياخذ طعم. الآن وش أسوي؟ اجيب هذا البصل مخلل، مخرجنا متحجر الله يرحمه. زين هذا
بصل مخلل الله لا يوفق العدوي ان شاء الله. بصل مخلل تحطونه كده زي ما هو. البصل المخلل لا في ريحه ولا في طعم البصل، في حاجه حلوه بس ما هياش بصل، تمام؟ فحلو تخلطونه معه. هذا بصل مخلل، انا ديني مغسوله قلت لكم، والجلافز مغسولين، الكوكب كله، وايمن كل ثانيه يغسل سكينه ويغسل، عقدت حياته مسكين. هذه هي البصل حطينا، بحط بعد كميه، وبعدين بحط الزنجبيل. هذا الزنجبيل، هذا زنجبيل مبروش كذا ريدي، بحطه. ليش الزنجبيل؟ لانه ابغى الجانب الصحي اللي فيه. هذا زنجبيل مبروش، عندكم زنجبيل في البيت انتم تبرشوه، بغسل يديني وبجيكم لاني مسكت العلبه. والان شفتوا بعد ما حطينا الزنجبيل، الفلفل، الليمون، انواع الزيتون، بحط الكبار، هذا اسمه كبار في اللغه العربيه، هذا مضاد بعيد الشر، مضاد سرطانات، مضاد التهابات، مضاد كل شيء امراض تتخيلونها في الدنيا. بغسل يديني وبجيكم. والان بحط فلفل، هذا فلفل احمر، على فكره لا تستغربون لانه لما يدخل مع الزيتون وزيت الزيتون اللي راح اغرقه فيه ما راح يكون حار كذا، اوكي؟ هذا فلفل، وراح ازيد عليه سماق ودبس رمان ونعناع. والان بحط هذا السماق، هذا السماق الاصلي الاورجانيك اللي مش مخلوط بشيء، كمان مضاد سرطانات، مضاد التهاب، مضاد امراض جهاز هضمي، كل امراض الكبد، ينظف الكبد. كمان احط كميه، هذا جبته من تركيا اورجانيك. والان شوفوا لان هذه صغيره فراح اجلبها في طاسه اكبر. ايوه على فوق، اوكي. احط لها زيت الزيتون، انا حطيت الان ابي دبس الرمان، حط الان دبس الرمان. لحظه، ايه جنبي، اعطيني ايمونه دبس الرمان، افتح لي زيت الزيتون ده، ده دبس رمان. ايوه دهوني الحين، الحمد لله خالص دبس الرمان متوفي، اكيد عندي طبعا دبس الرمان، كمان جبته من تركيا. بنات اقسم بالله راح تعشقون هذه الخلطه، بس ناقصها لون اخضر زي نعناع فريش او شيء زي كذا. اديني دبس رمان، ضلكم تخلطون. طبعا بما ان دبس الرمان عندي خالص فحطيت البلسمك صوص، اوكي. هذا هكذا كذا كذا، ايوه منظر جميل قوي البلسمك صوص. شوفوا يجي طعمه اشد من دبس الرمان بكثير، لان هذا من العنب ايطالي، ودبس الرمان من الرمان، وهذا من العنب. والان ابي احط زيت زيتون، ضلي خلطي ماما. شوفوا زيت الزيتون لازم يكون بكر، اكسترا فيرجن، يفضل اورجانيك، اذا مش اورجانيك اللي هو بكر اكسترا فيرجن، يعني قطفه درجه اولى، ما ادري وش يسمونه، معصور على البارد كذا. تغرقونه بزيت الزيتون تغريقه كبيره. ليش؟ لان هذه الصلصه اللي حقه راح تظل في كل مره تضيفون عليها زيتون. شوفوا في الخيار. شوفوا الان جلسه ازيد من، اوه الا جلسه ازيد من صوص البلسامك هذا، اوكي. والحين شفت ان عندي خيار في الثلاجة مخلل، راح احطه معه. هذا الخيار المخلل اللي عندي راح اقطعه واخلطه ويا الزيتون. استني ما تخلطين لحد ما نصوره لهم. الان هذا الخيار، شوفوا خيار مخلل ايميديتلي كذا قطعته وراح احطه مع الزيتون. سيو اعزائي المشاهدين، اعزائي المتابعين، هذه شوفوا حطيت الخيار، صار عندنا دبس رمان على بلسمك صوص، على زيتون اسود، على زيتون اخضر،
على خيار، على فلفل، على ليمون بقشرة، على بصل مخلل، على مرقد ولا معصفر يسمونه المصريين. الله 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 الله، ايه ده ايه ده، شوفوا 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 استاذ علاء، هذا تحطونه على سلطة، على لبنة، طيب صح؟ قاتل راح تموت، هلبينو توفى ايمن اكل فلفل ومات الله يرحمه. يسلم عليكم المرحوم ايمن، يقول لكم ادعوا لي بالرحمة. نسيت احط الزعتر، هذا طبعا زعتر مخلوط بالجوز واللوز والصنوبر، هذا الزعتر من حد، وانا اقول سبحان الله ابي لون اخضر. هذا جابت لي ابتسام زعتر فلسطيني اورجانيك من مزرعتهم، مخلوط معاه جوز ولوز وصنوبر وزعتر وكل خيرات الدنيا المضاده للاكسده. تفضل استاذ علاء عشان تجلد. استاذ علاء تفضل، خذي حبيبتي. ايوه شطوره. والان شفتوا كنت اقول لكم ابغى لون اخضر يا ناس، احس ناقصني بعد بس لون احمر، صح؟ احمر اي ريحته، ريحته موت. والحين مع الزعتر اقسم بالله ريحته يا الله مش طبيعي. احمر اي ريحته، ريحته موت. والحين مع الزعتر اقسم بالله ريحته يا الله مش طبيعي. هذا تصدقون مع ساندويتش لبنه وعليه طماط وخيار ونعناع، الله اكبر الله اكبر. يا عمي انا المفروض وكاله ناسا ياخذوني عندهم اكتشف كواكب جديده على هالاختراعات، والله ما حد علمني هذا، اقسم بالله العظيم بروحي كذا اي شيء عندي اخلطه. هذه الخلطه الشموسيه، اي شيء قدامي حطيته، شوفوا مع الزعتر. الحين هذا مضاد اكسده، مضاد سرطانات، مضاد التهابات، خمائر، بروبايتك، بكتيريا حيه، كله طبيعي، كله معالج امراض، وطعم يجنن وريحه تجنن، وللبشره، وزيت زيتون، مضاد كوليسترول وامراض قلب وامراض كلى، كل شيء. هذه صيدليه اللي انا سويتها، صيدليه علاجيه. شوفوا حسيت اني انا ابي الوان، حطيت فلفل اخضر حار بس ما قطعته لانه راح يكون حسب الرغبه، وفلفل احمر وفلفل اصفر، احتاج بعد فلفل اخضر ايمن كلون، يعني مش ضروري حد ياكله بس ابغى لون اخضر، لان لو حطيت نعناع راح يذبل، فراح احط فلفل زياده كلون فقط. جلبي اختي نمتي من هني، فهمنا تصورين وتنامين، بس تجلبين زيتون وتنامين هذه ما مرت علي، اقسم بالله العظيم. يا الله جيل هالوقت، ياي ما ابردكم. اشتغلي اشتغلي جيب هذاك، غسلت انت بعد راح احطك مكانه والله. ايوه نبي اخضر، اخضر ابي، ابي عيني تشديد، ابي الاخضر يزهى. ايوه وتفضل استاذ علاء، هذه اخلطي اخلطي. ايوه هذه مع الفلفل الاخضر، والان وين بنفضيها ايمن؟ في الحرار. الحين بوريكم وين بفضي هذه، شوفوا الله صارت خلطه رائعه، واللون الاخضر اعطاها انرجي، اعطاها طاقه كذا تريح القلب. شوفوا حطيناه في هذه الحرار، نفضيه من هنا نحطه هنا.